راسي فرحانه جاتني زينه جابني الحال. رحتي ولي كاع ما كانش غير الخلاوات غير في العربيه والما بعيد علينا وكلش عندنا زوج ما بعيد علينا جوج كيلومتر ولا هكا كل يوم نسقيو كاع ملي كان الراجل سما هو عندي اربعه ديال البنيات واه متزوجين وبعد اللي هذا تزوجوا تطلقت وهذه راه قاعده على راسها حنا غير الكسور والفراش ديالنا عاد قعد. السلام عليكم، معكم رامي بنت وردة رئيسة جمعية نساء ومستقبل الإحسان والأعمال الاجتماعية. اليوم إن شاء الله درنا واحد المبادرة، جبنا واحد الناس من العربية من جهة تولي وسكناهم والحمد لله هي الدويرة غادي تشوفوها معنا ونتمنى إن شاء الله تدخل عليهم الصحة والسلامة إن شاء الله. وكنشكر جميع المحسنين اللي هما كنشكر جميع المحسنين، ما غاديش نقول الأهداف ديال الجمعية ولكن أول مبادرة اللي درناها هي شراء هذه المنازل ونتمنى إن شاء الله يكون هاد المبادرة تكون منها بزاف ماشي هادي هي الأولى ولا الأخرى. صوبنا واحد الجامع درنا له الماء ودرنا سقاية وتعرفنا على بزاف ديال العائلات تما ولكن هاد الناس هادو أنا ما عمرني ما شفتهم. ولكن قال لي عليهم واحد السيد اللي هو كيتعاون معنا سميتو موسى كيتعاون معنا نصيفطو معاه شي حاجة ولا كيدي شي تقضية لشي ناس ولا قال لنا كاين واحد السيدة راه ما فحالهاش وما عندهاش الزوج ديالها وعندها اليتامات وداك الشيء صافي مشينا عندها شفناها وقلنا لها خالتي واش تسكني في المدينه راه كاينه الدار وشنو وشنو فرحات مسكينه بزاف لقيناها كتمنى انها تجي تسكن هنا باش يخدموا بنياتها باش يكون عندهم شي مدخول يعني تما ما كاينش اللي ما عندهمش مدخول غير الناس كيتحاسنوا معهم اصلا تما الناس كاع مساكين كلشي مساكين شي كيتحاسن مع شي فكانوا ضايعين ونتمنى ان شاء الله هاد الدار تدخل عليكم بالصحه وهنا ان شاء الله تلقى الخدمه ان شاء الله انت وبنياتك ان شاء الله طلبوا من المحسنين اللي تعاونوا معنا داروا الفراش الحمد لله وصلناش بالمبلغ الكافي حنايا غير العيالات الجمعيه غير ديال النساء نساء المستقبل فجاب ربي الله واحد المحسنين هما اللي داروا لنا الفراش لهاد الناس هادو والحمد لله كما كنشوفوا دابا الدار كاع تعاوننا عندها كلها واش دار راه الحمد لله الا باقي لهم شي حوايج ان شاء الله غادي يعاودوا يديروا لهم التلفازه هادشي اللي سمعت كاين محسنين غادي يديروا لكم التلفازه الثلاجه ان شاء الله هادشي كلشي غادي يجي ان شاء الله ان شاء الله ونشكروا الاخوات ان شاء الله يساهموا معنا كاين جروب ليلى واخواتها ساهموا ساهمت اكيد نغطاس عاود جروب نغن اهل القران واحبه الرسول ساهمت انا كاين غطاس نتكاريت نغطاس جروب ايضا النساء المستقبل ساهمت كاين قينت عاد ساهمت كاين مرات دوغشان الاخوات سيسنا ومريسه مرات غادي كاين ربعه يزن و ان شاء الله المهم خاتي حوريه خاتي حوريه الاخت حليمه الاخت حكيمه الاخت الغاليه كريمي الاخت الغاليه خاتي فاطمه خاتي فاطمه خاتي حسنه زيد رشيده فرنسا رشيده فرنسا خاتي فتيحه خاتي سعيده خاتي سعيده الاخت سعيده ايضا خاتي يمينة الا مرات تغشان الاخت هذه تسامحني انا والله العظيم وريخه وريخه خاتي اخواتي كاين غير ونشكرك نين طاطس مريض كنت نشكرك نين سواطس الاخواتين وعافاك انت صح انت ودانينا والله كنشكر كاع اللي ساهموا معنا واللي عاونونا سواء يعني كاينين اللي عاونونا غير بالدعاء وكاينين اللي عاونونا بجيلاتهم وكاينين اللي عاونونا برزق ديالهم كنشكرهم بزاف كنشكر الاخوات اللي ساهموا معنا كاملين خالتي ليلى وجروب ديال خالتي ليلى والاخوات ما شاء الله عليهم اللهم بارك والاخوان والاخوان والاخوات اللي ساهموا معنا كاملين كنشكرهم بزاف 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 حنا اليوم رانا فرحانين بزاف وهاد الناس فرحانين بزاف نتمنى ان الله ان شاء الله ربي ما يخيبهم هاد الناس هادو ان شاء الله يا ربي يجمع واحد القدر من المال وكاين اللي نضيف لك اخويا طارق كاين اللي باعت كما يقولوا النسيسه ديالها وكاين اللي كما يقولوا باعت الغالي والنفيس باش يديروا لنا شافوا دوك الناس في واحد الحاله يرثى لها فداونوا وداروا هاد وجمعوا واحد القدر من المال فحنا كما قالت الاخت المهم شرينا هاد الدار هادي فشريناها هنا فمشينا دوك باش نسكنوا من بعد المهم من بعد كان تفاجئ خو طارق باللي هاد الناس مشات عندهم واحد الجمعيه اخرى ودارت هذيك الجمعيه اخرى دارت لايف بلا ما يعرفوا هما وكان فاجئ كيقولوا في وسط اللايف كيقولوا للمودي نتمنى نلقاو شي محسن يبين لنا يوتيوب كوزين فما كنتش عارف خو طارق انا اتصلت بهذيك الجمعيه وقلت لهم المودي كيفاش انا كنسمع راكم مشيتوا عندك الناس وكذا وكنسمع باللي كيقولوا بيتو كوزين وحنا كنشيلوا لهم دار هذيك الجمعيه قلت لا يعقل هذا الشيء هذا ما يمكنش
وجبناهم هنا وشافوا وتاكدوا بالصور والدليل القاطع وكذا. كيفاش شفنا بلي دوك الناس مع كامل احتراماتي انهم يمكن كيتسولوا ولا كيختاروا ديك الوضعيه ديالهم انهم باش كيتسولوا بها. فنهار المبر هذا كنشكر جمعيه نساء المستقبل وكنشكر العضوات اللي فيها، ونتمنى هذه تكون مبادره ماشي الاولى، تكون المبادره الاولى وتكون الثانيه والثالثه والرابعه. ونتمنى من جميع المحسنين اللي في المغرب كنعرفهم ناس كرماء انهم يتساعدوا مع ماشي بالضبط الجمعيه ديالنا ولكن مع جميع الجمعيات باش تكون هذه المبادره هذه. ونتمنى حتى من السلطات ديال المدينه ولا ديال الشرق، بحكم ان الناس هذو في الناظور، هذه الجمعيه كاين عندها فرع ديالها في الناظور وفي وجده، انهم السلطه تدخل كما يقولوا ولا الجهه المنتخبه تدخل على الخط. وتا حنا ما تقلناش عليهم، ولكن انا عارف يمكن كون تقوا عليهم ربما يمكن يعاونونا. فنتمنى انه تكون هذه المبادره ماشي الاولى وماشي التاليه، وشكرا.